نيوز. في الديفير نيوز اليوم نحكيو من ليبيا، نحكيو على تطورات في الوضع الأمني في ليبيا، نحكيو على تجدد الاشتباكات وعمليات العنف اللي قاعدة تصير غاديكا، آخر التطورات مع الخبير في الشؤون الجيوسياسية سي رفعت بيب. مرحبا بك على موجة الحياة فاي. بيك بارك الله فيك. شكرا لك على قبولك للتدخل معنا. إلى جنبي كما العادة سي حمادي البقروتي، الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي رفع مرحبا بك. بيك عايشك سي رفع. اليوم حابين قراءتك للوضع بآخر التطورات خلال الأيام الأخيرة، شاهدنا الناس الكل تجدد الاشتباكات وكيف كيف تجدد أعمال العنف في ليبيا، مصير الانتخابات في ليبيا كيفاش باش يكون والأوضاع عموما؟ الانتخابات في ليبيا أصبحت اليوم من الماضي، ولا معناها يعد يتحدث عنها لا المجتمع الدولي الذي معناها ملأ معناها الصحافة العالمية معناها بهذه الدعاية، ومعناها اليوم الناس احتكمت إلى السلاح، خاصة الميليشيات الموجودة في طرابلس التي أعادت صياغة خارطة المناطق التي يسيطر عليها كل مجموعة، ومعناها اللي راو فيهم معناها معناها الشخصيات هذوما السياسيه نتاع معناها نتاع الحكم في ليبيا، ما هم الا وجهات ما عندهم حتى ادنى تاثير لا على المجموعات معناها الميليشياويه وعلى على معناها المسيره السياسيه معناها لليبيا معناها. وهذه معناها حروب قاعده تصير فقط معناها لاعاده توزيع ما يسمى بمناطق النفوذ داخل طرابلس، وليست اول ولا اخر معركه في ليبيا، باعتبار اللي احنا الناس نتابعوا معناها في الامور الامنيه في ليبيا، هذه المعركه عدت 50 منذ ان سقطت الدوله في ليبيا عام 2011. سي رفع، من خلال الكلام نفهم انه القوى الاجنبيه هي اللي قاعده تسطر او هي اللي تخطط لهذه الاعمال، ما هوش الليبيين انفسهم. هي تخلي نوع من انواع معناها حريه المبادره لبعض المجموعات الليبيشيه، لكن في الاختيارات الكبرى كما مثلا اختيار الغاء المسار الانتخابي ل 24 جويليا 2021 اللي كنا ننتظر منه انه يعيد صياغه الشرعيات في ليبيا، ومعناها يتم المرور معناها الى معناها اخراج كل هذه النخب السياسيه التي اغرقت البلاد في المشاكل وفي الصراع. البلدان الغربيه هي التي قامت باخذ القرار بحرمان الشعب الليبي من اختياره لحكامه في 24 معناها ديسمبر 2021، وكان هذا الاختيار مبني على اساس انه الدول الغربيه كان عندها مرشحين وكانت تعتبر اللي هم المرشحين هذوما لا يمكن للشعب الليبي ان يختار غيرهم، ولكن عندما قاموا معناها ببعض معناها الابحاث داخل معناها المجتمع الليبي وداخل الطيف السياسي اكتشفوا انه معناها المنتصر سيكون معناها سيف الاسلام القذافي، وبالتالي معناها كان قرارهم انه يتم الغاء كل المسار حتى لا تعيد ليبيا اختيار قياده سياسيه قويه قادره انها معناها يطالب المجتمع الغربي بالتعامل معها على قدم المساواه وفي اطار السياده الوطنيه. المقابل سي رافع نشوفوا انه المسؤولين على الحكم في ليبيا يرفضوا مثال تعيين الممثله الدائمه للامم المتحده اللي هي من اصل جزائري، يعني نشوفوا الحكايه انه فيها برشا ابعاد على اساس انه الجزائر استقبلت في فتره سابقه دبيبه. لا ما عندهاش علاقه بمعناها بعلاقه الجزائر باحد الاطراف في الصراع، لانه الجزائر عندما معناها باش تكون موجوده في رئاسه البعثه الامميه ستحاول ان معناها تجعل الملف الليبي اكثر معناها قريب الاهتمامات معناها الاقليم والمجموعه قريبه من ليبيا. تونس كيف وكان عندنا مرشح قوي الى ابعد الحدود اللي هو معناها سيمون زين حامدي اللي على الاقل كان مبعوث اممي نجح في المهمه اللي كانت معناها متابعته في مالي. المشكله الكبرى اليوم هو انه هذه الدول اللي عندها مصالح كبرى في ليبيا لا تريد ان يكون هناك دوله قويه ممركزه في ليبيا، يريدون نوع من انواع معناها الفوضى التي يمكن معناها مراقبتها، ومعناها يتم معناها الحفاظ على المصالح الغربيه اللي اليوم معروفه في ليبيا، اولا هي النفط والغاز، ثانيا هي مساله الهجره، ونعرف اللي معناها العديد من الميليشيات اللي كانوا يتصارعوا في طرابلس في الاسبوع الفارط هم الميليشيات اللي تم تمويلهم من طرف الدول الغربيه حتى يكونوا هم حراس الحدود البحريه للاتحاد الاوروبي. يعني معناها في
كل الخضم هذا اللي قاعدين نراو فيه في معناها في في طرابلس هو فقط محاولة لحصر الصراع داخل المجال المدني الليبي وعدم المس من أي مصلحة من مصالح الغرب اللي اليوم راهو معناها خلينا نكونوا واضحين النفط قاعد يوصل إلى أوروبا والغاز قاعد يوصل إلى أوروبا وليمت العشرات من الليبيين هذا لا يهم الغرب في أي معناها منحة من مناحي التعامل مع أوجه الصراع. في المقابل سيراف عديد من المتابعين خاصة النشطاء في ليبيا يطرح السؤال أين الجيش الليبي لأن اللي لاحظوه توا لاحظوا ميليشيات من الجانب هذا تعترضها ميليشيات من الجانب الآخر يقع الصدام توا هو عملوا هدنة يعني وإن شاء الله تتواصل يعني الجيش الليبي أين هو؟ الجيش الليبي ليس له مصلحة أن يتدخل أحكي هنا راهو معناها بمنطق ميليشيوي ولا معناها لا تحدث لا بمنطق وطني مو أمن دولة تو دولة مهددة لا 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 هو معنى القراءة متاع معنى حتى أنه هذم اللي قاعدين يصارعوا الميليشيات هما نفسهم الميليشيات اللي وقفوا بوجهه عندما حاولوا أن يتقدم نحو طرابلس في 4/4/2019 وبالتالي بالنسبة له هذه معركة داخل نفس البيت البيت الذي يعاديه وبالتالي معناها أي حرب داخل هذا البيت ستضعف هذه معنى هذه المجموعة وستقسم الخندق اللي كان معناها مقابل الجيش وبالتالي معناها ستجعل الجيش دور اخر اكثر اهميه معناها في المستقبل، هذه هي قراءه معناها خليفه حفتر ومن معه، وبالتالي عندما نتحدث معناها عن جيش ليبيا نتحدث ايضا على قراءه لموازين القوى ونحكيه على جيش ليبيا فيه 80,000 مقاتل ونحكيه بالمقابل على ميليشيات في ليبيا، اذا نحصروا معناها الناس اللي حامين السلاح داخلها مهما كانت قدراتهم العسكريه راهم يتلف من شويه راهي ثم في ليبيا اقتصاد كامل قائم على معناها الميليشيات وعلى وعلى معناها التعدي نتاع الميليشيات على حقوق الناس وعلى املاك الناس وعلى حتى معناها املاك الدوله وبالتالي معناها بالنسبه للجيش الليبي هذه معركه داخل طرابلس ستضعف جبهه الغرب ولا معناها ولا تمس مهما كان معناها من قوه الجيش الليبي اللي هو اليوم غير معني بطرابلس. سي رافع شنو تاثيرات الوضع الامني في ليبيا على تونس؟ في المدة هذه ما فماش تأثيرات كبيرة معناها لأنه معركة كما قلت لك هي معركة إعادة توزيع الخارطة المجالية للميليشيات داخل طرابلس وبالتالي ماشي معركة باش تخرج معناها خارج حدود هذه معناها المدينة وتمس بقية المناطق كما الغرب الليبي ولا غيره ولكن إذا باش يدخلوا المجموعات نتاع المرتزقة السوريين والإرهابيين السوريين والجيش التركي فإن هناك دول لن تترك الموازين تمشي معناها فهمي نحو طرف بعينه ضد طرف اخر وبالتالي معناها يمكن انه تدخل بعض معناها الدول الاقليميه وتحاول معناها اعاده موازين القوى وترتيب الوضع حتى تبقى معناها الامور معناها متناسقه. الى حد الان مازال ما فماش مؤشرات على المساله هذه ولكن في ليبيا كما قلت لكم راهي هذه المعركه عدد 50 في طرابلس تولي نهار معناها انهارت الدوله في ليبيا في 2011 اليوم هذه الجوله 50 في المعركه والنزال وبالتالي معناها لازم دائما ننتظر انه في معناها فتره معينه من الفترات احدى القوات تحاول انها معناها تهيمن على طرابلس ولكن نجم ناكد لك حاجه ان الدول الغربيه في المده القادمه ستحاول ان تحافظ على اكثر ما يمكن من ما نقولش السلم من توازن الرعب داخل طرابلس وداخل المنطقه الغربيه حتى تتمكن من المحافظه على ضخ النفط والغاز في الشتاء القادم الشتاء الصعيب هذا لاوروبا. وضح سي رافع الطبيب الباحث في الشؤون الجيوسياسيه شكرا لك على التدخل معنا ماضي ساعه و56 دقيقه احنا هكا نكون وصلنا معكم لختام حصتنا لليوم في ريكاب ميدي شكرا لك سي حمادي البقلوتي لحضورك ديما معنا في ريكاب ميدي خلي لك كلمه الختام. كلمة الختام نتمنوا أنه في ليبيا يلقوا أرضية تفاهم وترجع الحكومة الليبية موجودة ممثلة تمثل الشعب والتعافي للسلطة الليبية كما التعافي للشعب العراقي اللي هو اليوم زاد يشهد استدامات. أمين يا ربي شكرا أكيد لكل الفريق اللي رافقني تيلة الساعتين أمنة بوخيت في الإخراج التقني سيف الدين بولعريس في الإخراج الرقمي أنس الهمامي في استقبال وتنسيق المكالمات وستوندار احنا كنكون وصلنا معكم الختام ريكاب ميدي لليوم المواعيد تجدد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من هنا الوقت تابعوا بقية برامج الحياة فام موجز الأخبار مع الزليل.